الزلف لوان، السلام عليكم. نرحب بالجميع من جديد في قناتكم كهنة جوجرا كويزين، ونقول لكم عواشر مباركه. واليوم كما راكم تلاحظوا بمناسبه العيد الاضحى، يعني نديروا حلويات تقليديه، ما نديرش بزاف، ندير الغربيه طابح وشويه مقروط. سبق ان نزلتكم زوج وصفات تاع الغربيه، واحده بالزيت والاخرى بالزيت والزبده، واليوم نديرها لكم بسمن والزيت ان شاء الله. يعني هي طريقه سهله وناجحه، والنتيجه غربيه تذوب في الفم. لا وصتكي اتيري استقبالي ناس مزيخ ذاك الدجا لوليا سداو لا فيديو يجي. بالنسبة للمقادير، نحتاجو للزيت والسمن والسكر الناعم وشوية فانيليا. يعني نعاود نكيلو بنفس الكيل الزيت، يعني عندي كاس، الكاس اللي تحبو، يعني هذا يرفد 240 مليليتر. بنفس الكاس نديرو نص سمن، ما تذوبوش، خليوه بحرارة الغرفة هكذا على شكل بومات. خلطوه مع الزيت، يعني ما يخوفكمش راح يذوب، فقط يعني يعطي بنة الغربية تاعنا، وجينا بزاف مبسة، بزاف طرية وناجحة. هنا بنفس الكيل نعمروه بالسكر الناعم ولا سكر غلاس، مع مغرفة صغيرة فانيليا، بيان سور نغربلوهم كما على بالكم. السكر الناعم يولي حبيبات، فوالا. هنا كي تكملي ضيفوا عليه رشه ملح مع نص مغرفه الشاي خميره كيميائيه، هكذا تتشقق وتجي مليحه. بالفوي هنا وليدي حب يعاون، يعطي طعم الحلوى. برك بالفوي ذوب السكر مع المكونات الاخرى، اللي كما قلت لكم كيس كيلا زيت وكيلا سكر ناعم، نص كيلا سمن بحراره الغرفه، ونبداو نضيفو بالتدريج الفرينه. هنا اختاروا الفرينة المليحة وزدنا لها مغرفة صغيرة فانيليا مع نص خميرة، نص مغرفة، مغرفة صغيرة كامل تاع خميرة كيميائية. هنا نحركو غير بالفوي في الأول، يعني ما نضيفوش على خطرة، مام تشوفوها مازالها على شكل العجينة سائلة، ما تضيفوش بزاف. روابط غريبية بالزيت وغريبية بالزبدة أو الزيت تحت هذا الفيديو، دخلوا تشوفوا الوصفات تستفادوا منهم. إلا ما عندكمش سمن ولا زبدة ديروها بالزيت، هي حلوة تقليدية ناجحة 100%. هنا حتى نتحصلوا على القوام المطلوب، يعني تحكموا شويه ديروها كويرات. وكما سبق ان شرحت في الفيديو في الفيديوهات السابقه، هنا راح لي المقطع، يعني تشدوا هكذا انبول ديروها بيدكم، ديروا حفره في الوسط، الا ما تشققت يعني خلاص. ابداو مباشره ديو كمية من لاباط على شكل كرة، وبداو عطيو لها الشكل تاع الهرم، يعني الشكل التقليدي للغربية محبوبة الجزائريين. يعني أنا موالفة نديرها
يعني على دور العام نحبها ويحبوها ولادي، تجي بنينة بزاف، خاصة أنها ماشي يابسة وتذوب في الفم، ياكلها الكبير وياكلها الصغير. نزيدكم واحدة أخرى، هنا الحجم أنتم اللي تحكموا فيه. أنا درت هنا نوعين، مغربية البيضاء والبنية، يعني ما كاش اختلاف بزاف، غير حبيتهم شوية كبار. المغربية البنية كبرت شوية الحبة، هنا سخن الفرن على درجة حرارة 150 درجة، كنكملو نديرو فوقها كما العادة شوية قرفة راح تبنن الغريبية تاعنا وتجينا بزاف بنينة. ها هي، يعني درجة حرارة الفرن كل وحدة تتحكم فيها، هنا ديرو من 145 ل 150 درجة، ما تقوش النار. هاي لك الغريبية البنية، يعني الفرق هو انه الغريبية البيضاء شعليها غير من تحت، كي طيب من تحت خلاص، والبنية زيدي شعلها من الفوق وديلك نول اللون الذهبي او البني. بزاف بنان بزاف شابين، وصفة ناجحة كما عودتكم. نتمنى تستفادوا من الوصفة وتجربوها إن شاء الله في مناسبتكم أفراحكم التقليدي كما على بالكم، ما يروحش. فقط نصيحة، السمن اللي تخدموا به اختاروا النوعية المليحة اللي ما عندهاش بزاف الماء، باسكو كاين أنواع حتى السمن مختلف. هاوليك النوعين البيضاء والبنية، وانا ما بقى لي غير نقول لكم اترككم في رعاية الله، ونتلاقاو في فيديو اخر في وصفة اخرى ان شاء الله. وسيستماتين لا وسات تقفيلي فتيلي اكا تشكي.